افرضي بقى ان انا ما كنتش عرفت اتصرف وكانوا رجاله مرتده مسكونه فعلا. لا، ما اللي مربي قرد عارف لعبه وعارفه ان انت هتقدري تخلعي منه. قرد؟ يعني انت قصدك ان انا قرده؟ ست القرود. ماشي يا سكينه، المهم خلاص ما بقتيش زعلانه. انا ما كنتش زعلانه، انا كنت مقهوره، والشويه اللي انا قعدتهم من غيرك دول قطعتي بيا بصراحه. بس والمصحف لولا حوار مرتضى ده انا لا كنت عبرتك يا رانيا ولا كان لساني خطب لسانك تاني. ماشي يا سكينه، وانا مش هزعلك تاني، مع ان المفروض انا اللي ازعل، بس مش مشكله، انا بعد كده مش هزعلك تاني وهراعي مشاعرك الحساسه المرهفه الجميله دي. يلا اديني جيت على نفسي وعبرتك ورجعت معاكي. ماشي، وانا مبسوطه ان انت رجعتي يا سكينه. بس عارفه يا بت، انا اول ما لقيتهم مسكوكي قلت اكيد البت دي هبله وما فهمتش السيم. لا طبعا، ازاي يعني فهمت السيم؟ طبعا اسمه سيم على فكره. ماشي فهمت السيم يا سكينه. انت اول ما قلت لي ان انا عند بوسي صاحبتي قعدت افكر ازاي بتكلمي من عند بوسي وبوسي ميته، فشغلت بقى مخي وذكائي وفطنتي الكبيره في التفكير وتصرفت، وقلت دي اكيد بتبعت لي مسج سريه وعايزاني اتصرف. صح، طلعت ظلماكي وانت عامله خطه سحريه. طب يلا بقى عشان نلحق المحامي. لا بقول لك انا لسه دايخه. دايخه انت زي القرد، قومي يلا كفايه كاسه بقى يا سكينه، يلا الناس مستنيينا. يلا يعني ايه جوز نسوان يهربوا منكم يا عفا؟ خلاص يا خاري، شغلانه لمبت. على سالم. قول يا سالم، ريجا شغال مع مرسيدس ولا ده غباء الرجاله اللي بعتهم؟ لا يا باشا، ريجا شمط العيال ورماهم رميه سودا وجند كل رجالته يجيبوا له سيد مرسيدس. ماشي يا سالم، عدي على خاري بعد ما يغسل ايده، خد منه الفلوس اللي قلت لك عليها، وعينك ما تنزلش من على ريجا. ربنا ما يحرمنا منك يا باشا. حي ام الحي ام الحي. البت تغريد ما طلعتش اسمها تغريد، طلعت هربانه، واللي هيبلغ عنها هياخد مليون جنيه. مليون جنيه؟ ايه ده؟ نصيبتي؟ ده البت تغريد صحيح؟ وراها ايه البت دي؟ وراها اللي وراها بقى، انا ماليش دعوه، انا هبلغ عن الرقم اللي موجود في الاعلان واشوفهم بقى ونقفش الارنب ياما. فرجت فرجت. اسكت يا واد ولا اسكت هنا. الله، تقفش ايه ونيله ايه؟ لا طبعا، بعدين بطل الزخفه دي. ايوه الفلوس محدش يقول عليها لا، دي نعمه ربنا. بس انت هتسلم البت لناس احنا ما نعرفش هيعملوا فيها ايه ولا هي عامله ايه من اصله. واحنا مالنا ياما؟ هي كانت من بقيه اهالينا. هات يما، هات يما، هتصل بيها. وبعدين دول اهلها وبيقولوا ان هي عايزينها. ربك هو العالم، وبعدين هما لو اهلها ما هي هتروح لهم. وبعدين دي امانه يا طه، وانا ما اخونش الامانه ابدا. لا لا، بلا امانه بلا بتاع. هات الموبايل يما، هاتي. ولا اصبر، اختك زمانها جايه من مشوار، هبعتها تتطقص ونشوف ايه اخر الموضوع ده.